اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. مهما بلغت قوة العلاقة العاطفية التي تجمع الزوجين أو الحبيبين معا، فلا بد من أن يصيب تلك العلاقة نوع من أنواع الفتور أو الملل، وخصوصا من قبل الرجال الذين هم كالأطفال في تلك العلاقة، يحتاجون إلى الرعاية والحنان والكلمات الدافئة التي توقظ في داخلهم نيران الحب كلما بدأت بالخمود. في هذا الفيديو إليكم مجموعة من العبارات التي يعشقها الرجل ويحب سماعها. العبارة الأولى: معك حق، سأفعل ما تراه صحيحا. عندما تقول الفتاة تلك العبارة لشريكها، فهي تعلمه بأنها تثق به ثقة عمياء لا حدود لها، وأنها مستعدة لفعل أي شيء يراه مناسبا للعلاقة وفيه خير لكليهما. العبارة الثانية: سأخبرك بالأمر لاحقا. يقوم الرجال عادة بتفسير تلك العبارة على أنها ثقة كاملة تمنحهم إياها الفتاة، بحيث إنها تريد إخبارهم بشيء ما، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب بأن يعلم به أحد غيره. العبارة الثالثة: إنني فخورة بك. لا شيء يضاهي سعادة الرجل عند سماعه لتلك العبارة الرائعة، فهي تمنحه شعورا بأنه شخص مميز وناجح، محط ثقة ومصدر للفخر، الأمر الذي سيزيد من ثقته بنفسه من دون أدنى شك. العبارة الرابعة: أخبرت والدي بأنك مجد في عملك. إن أخبرت الفتاة حبيبها تلك العبارة، سيزداد شعور المسؤولية في داخله بشكل مباشر، مما يدفعه للمواصلة على ذات المردود والعطاء الذي يمنحه أثناء قيامه بعمله. العبارة الخامسة: هل كنت تذهب للنادي الرياضي مؤخراً؟ على الرغم من أنها حيلة من الحيل التي تستخدمها المرأة لتزيد من ثقة الرجل بنفسه وتبدي له إعجابها به، لكنها فعالة للغاية، لأنها سوف تدفعه للاعتقاد بأنه يمتلك جسدا رائعا تعشقه الفتيات. والجدير بالذكر أن الحيلة المقابلة التي يستخدمها الرجل مع المرأة هي كلمة نحفاني. العبارة السادسة: إنني أرى فيك أبا مثاليا. هذه العبارة سوف تزيد ثقة الرجل بنفسه وتعزز شعور الأبوة في داخله، مما يشكل حافزا لكي يكون أبا مثاليا بالفعل. العبارة السابعة: أستمد منك القوة والشجاعة. قد لا يكون الرجل قويا ولا شجاعا على الإطلاق، لكنه مجرد أن يسمع تلك العبارة سوف يقدم على القيام بأمور لم يقم بتجربتها من قبل. العبارة الثامنة: أخبرني كيف هو حال والدتك. يا لجمال هذه الكلمات البسيطة بالنسبة للرجل، فهي تؤكد له على محبتك لوالدته واهتمامك بها، وهذا أمر قل ما يحدث في مجتمعاتنا العربية، لهذا فهو سيفرح حتما لسماعك تقولين هذا. العبارة التاسعة: كم يحبك أصدقائي. مجرد أن تقول الفتاة لحبيبها بأنه نال على إعجاب أصدقائها، سوف يشعر تلقائيا بأنه لطيف وينظر على أنه محبوب اجتماعيا. العبارة العاشرة: هل تريد أن نغادر؟ سرعان ما يشعر الرجل بالملل من التواجد في بعض الأماكن التي لا يطيق التواجد بها، وعلى سبيل المثال عندما يقوم باصطحابك للتسوق،
دعيه يعلم أنك مستعدة للتضحية بمتعة التسوق والنظر إلى منتجات السوق بأكملها كي لا يشعر بالضيق، فحتما سيحب سماع ذلك. العبارة 11: إنني أثق بك كثيرا. يميل الرجال عادة للاعتقاد بأن الفتاة تسعى لمراقبتهم والتجسس عليهم دوما، وعلى الرغم من أن تلك العبارة عبارة بسيطة إلا أنها لابد أن تقال كثيرا حتى يشعر الرجل بتلك الثقة التي تمنحه إياها حبيبته. العبارة 12: حاضر. كم يحب الرجل سماع هذه الكلمة مع القليل من الأنوثة والغنج أثناء قيامك بنطقها؟ ذلك الأمر سوف يشعره برجولته ويبين له بأنك تكنين له الكثير من الاحترام. العبارة الأخيرة: أنا معتمدة عليك. سيكون الرجل سعيدا جدا لسماع ذلك، فهو يحب أن يكون محط الاهتمام، كما يحب أن يكسب الثقة وأن يكون على درجة المسؤولية التي تلقى على عاتقه. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.